باشروا بحفر الخنادق واستعدوا للنفير العام، فقد وصلت المعركة إلى أرضنا، ولا شك أننا مقبلون على صيف ساخن، والحرب ستقوم في قلب أوروبا قبل أن يرتد إلينا طرفنا. بؤرة المخاوف الأوروبية القديمة عادت للغليان، ومن روسيا أتى التحذير بأن القارة العجوز تحفر قبرها بيدها، وحفرة الهلاك بدأت بالاتساع. سيرجي لافروف بدأ يجمع المراهنات حول من ستكون الضحية الأولى أمام الحرب الأوروبية الأوروبية، وحلف الناتو ينقل أسلحته للتدخل الفوري تحت جناح السرعة. فهل بقي لكم طاقة أيها الأوروبيون؟ الانفجار العظيم في قلب أوروبا بدأ. حلف الناتو يرفع راية الحرب، وبوتين ينفخ على نارها. يوغوسلافيا أساس كل أزماتنا، هكذا تدور الجملة في قلوب قادة أوروبا. الجمهورية التي كانت تتوسط القارة الأوروبية، وفي داخلها تحدث المشاكل والمعضلات المستعصية على الحل. تفكك يوغوسلافيا حدث نتيجة لسلسلة من الاضطرابات السياسية والصراعات التي قامت خلال عام 1990، حيث تفككت الجمهوريات المكونة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، وتسبب ذلك في القضايا التي لم تحلها الحروب اليوغوسلافية المريرة التي قامت بين الأعراق الموجودة في الداخل اليوغوسلافي. وبعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، تم وضع يوغوسلافيا على خط النار في اتحاد الجمهوريات الست. نتحدث هنا عن سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء محافظتين مستقلتين داخل صربيا، وهما فويفودينا وكوسوفو. وفي داخل صربيا بقي الصداع الذي سيؤرق أوروبا طويلاً. يعد الصراع في البوسنة والهرسك وحرب كوسوفو خلال تسعينيات القرن الماضي أحد الشواهد الحديثة على التوتر بين العرقية الصربية والعرقية الألبانية في كوسوفو، وهو توتر يعود إلى عدة قرون. قبل تأسيس يوغوسلافيا بوقت طويل في العصور الوسطى تحديداً، كانت الإمبراطورية الصربية تسيطر على كوسوفو، لكنها فقدت تلك السيطرة لصالح الإمبراطورية العثمانية. ونتيجة لذلك اعتنق العديد من العرقية الألبانية في كوسوفو الإسلام، بينما ظل الصرب محافظين على المسيحية. كان ذلك بداية الانقسام بين الصرب والألبان، حيث يشكل الألبان في الوقت الحالي أكثر من 90% من إجمالي سكان كوسوفو. في عام 1912 ضمت صربيا كوسوفو بعد حرب البلقان الأولى، مما أدى إلى استياء واسع النطاق بين السكان الألبان بسبب السياسات الصربية القاسية. وبعد الحرب العالمية الثانية تأسست يوغوسلافيا كدولة شيوعية، وتم ضم كوسوفو إليها ومنحها وضع الحكم الذاتي، لكن الألبان استمروا في مواجهة التمييز من الحكومة التي يهيمن عليها الصرب. ولكن بعد الحرب ظلت كوسوفو إحدى مقاطعات صربيا، مع تمتعها بدرجة من الحكم الذاتي. ومع ذلك كان الاستقلال الكامل نصب أعين الألبان دائما، مما تسبب في حرب عنيفة في كوسوفو خلال الفترة من 1998 إلى 1999، والتي أودت بحياة حوالي 10,000 شخص، ودفعت إلى تدخل حلف شمال الأطلسي الناتو دفاعا عن ألباني كوسوفو من القوات الصربية المشاركة في حملة تطهير عرقي. منذ ذلك الحين أصبحت العلاقات متوترة بين صربيا وكوسوفو التي باتت تحت حماية قوات حفظ السلام. ولكن في العام 2008 أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا، وعلى الرغم من أن معظم الدول قد اعترفت باستقلالها، لكن صربيا لم تكن إحداها، وبقيت تعتبرها جزءا من أراضيها، وهو سبب جوهري للتوتر بين البلدين الذي بقي مستمرا حتى عصرنا هذا. تسميه صربيا تعديا من الشرطة في كوسوفو على مواطنيها الصرب، وتعلن أنها لن تسمح بمثل هذه الإجراءات مرة أخرى. ولا يبدو أنها مجرد تهديدات،
إذ أعلنت حالة التأهب القصوى في الجيش الصربي وتقدمه نحو الحدود مع كوسوفو، وهو ما دفع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي للقول إن بلاده سترد على أي عدوان عليها. وأوضح كورتي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن عدم إدانة مثل هذا العنف الذي اتهم بلغراد بتدبيره من شأنه التسبب في زعزعة استقرار كوسوفو. وفي ظل انشغال القوى الغربية بالمعركة مع روسيا، تتسارع الأحداث في غرب البلقان، إذ أكدت صربيا أن الجيش سيبقى قرب الحدود مع كوسوفو، ما يعيد التوتر لمنطقة البلقان ويحرك مخاوف من حرب جديدة. وهذا التصعيد أعقب صدامات بين السكان والشرطة الكوسوفية في ثلاث مناطق ذات غالبية صربية، إثر محاولة سكان من الصرب منع رؤساء بلديات من الألبان تولي مناصبهم بعد انتخابهم في أبريل في اقتراع مثير للجدل. هذه التوترات متكررة في المناطق الثلاث من الإقليم الصربي السابق الذي لم تعترف بلغراد باستقلاله المعلن عام 2008، وحيث يتحدث سكان الصرب البالغ عددهم 120 ألف نسمة الحكومة المحلية. وبينما هذه الرقعة الأوروبية تعيش على صفيح ساخن، يقف زعماء القارة مكتوفي الأيدي غير قادرين على وضع حد لهذه المناوشات حتى الآن، إذ أن أوكرانيا لم تؤلم الخاصرة الأوروبية وتجعلها بعيدة عن فرض القوة العسكرية، بما أنها تقف إلى جانب كوسوفو في هذه المواجهة، وتعترف غالبية الدول الأوروبية باستقلالها ما عدا خمس دول من القارة، إلا أنها تواجه نقطة ضعف عندما يتعلق الأمر بصربيا، فبلغراد هي حليف قوي جدا بالنسبة لموسكو، والاشتباك المباشر معها يعني استدعاء روسيا إلى داخل أوروبا، وهذا غير وارد إطلاقا، إنما هناك تسريبات داخل مراكز صنع القرار الأوروبي مفادها أن روسيا تريد من صربيا تشتيت الانتباه الأوروبي وإشعال فتيل القنبلة الموقوتة الكوسوفية. صربيا شريك استراتيجي لروسيا، وربما تطلب الأخيرة من بلغراد التسبب في حرب لصرف انتباه الناتو عن أوكرانيا. لذلك هناك احتمال حقيقي للغاية لاندلاع حرب أخرى في أوروبا حسب التسريبات ذاتها. زرع الشق في الصف الأوروبي سيكون مفيدا جدا لموسكو، خصوصا في غرب البلقان الذي يبقى دائما على شفا صراع جديد، وتتركز معظم الجهود منذ سنوات على تجميد الصراعات فيه بدلا من حلها نهائيا. التوترات الحالية يمكن التلاعب بها بسهولة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لتحقيق أهداف قوة عظمى أكبر، بالنظر إلى أن صربيا حليف طويل الأمد لروسيا. يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يشجع بعض حلفاء موسكو على استخدام وسائل أكثر عدوانية سعيا وراء مصالحهم المحلية، علما بأن روسيا ستدافع عنهم سياسيا بكل تأكيد. ليس هناك مصلحة حقيقية في الوقت الراهن لحل التوترات وديا في إطار مستدام، لذلك من السهل جدا إشعال الصراع في غرب البلقان مرة أخرى والدفع بكلا الطرفين إلى مواجهة حقيقية، وحينها يمكن للجميع قول الوداع للاستقرار في القارة العجوز.